الثانية عشر ظهرا في القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية مفصلة بأهم وآخر التطورات، والبداية معك ميلاس. شكرا لك يا داليا، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة. اشتيا يؤكد أن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ويشدد على ضرورة العمل على حل الدولتين. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق فوري في قطاع غزة. البداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم 135 على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال 13 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 127 شهيد و205 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأكدت الوزارة في بيانها، أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 28,985 شهيد و 68,883 مصاب، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة رفح الفلسطينية بعد تنفيذ قصف مدفعي استهدف جنوب المدينة وشرقها، كما شن جيش الاحتلال غارات جوية على مخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف المدفعي الطابق الرابع من مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمبنى. في مستشفى الأمل تم استهداف الطابق الرابع في مستشفى الأمل بالقصف المدفعي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى محاصرة أحد المرضى مع مرافقيه، وتمكنت طواقمنا من إخلاءهم بصعوبة بالغة. طبعا تم تدمير تقريبا يعني أضرار جسيمة في الطابق الرابع، لحقت أيضا بالطابق الثالث جراء يعني شدة القصف، وبالتالي الأوضاع داخل مستشفى الأمل خطيرة جدا. هذا ليس الاستهداف الأول، تم حتى هذه اللحظة استهداف عدة طوابق، اليوم هو تقريبا اليوم 27 على استمرار حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس. أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن الخدمة بعد حصار دام لأسبوع عقبته غارات إسرائيلية مستمرة. وأفادت الصحة العالمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لفريقها بدخول مجمع ناصر لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية، بينما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه لا يوجد حاليا سوى 4 طواقم طبية يقومون برعاية المرضى داخل المستشفى، مؤكد بأن توقف مجمع ناصر الطبي عن العمل هو حكم الإعدام لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في خان يونس ورفح. قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية.
هذا وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة العمل على حل الدولتين. العديد من الناس قد اضطروا إلى مغادرة أماكنهم بسبب ما حدث في الضفة الغربية على أثر ما حدث في غزة. نعم، فأنت على حق، يوجد موقف صعب الآن في فلسطين لأن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لنا بعمل وظائفنا لأننا نحن تحت الاحتلال. من فضلك دعيني أجيب على سؤالك. أمر آخر تتحدثين عليه هو حل دولتين. المشكلة الكبيرة حيال هذا الأمر أن اعتادت إسرائيل أن تقول أننا لا كنا نقوم بدورنا. نعم، هذا صحيح، لأن إنهم يقومون بتقويض سلطتنا ويعملون على هذا الأمر. لديك إجماع دولي حول حل دولتين، حتى حماس، المجتمع الدولي والدول العربية كل هؤلاء متوافقون حول حل دولتين. كنا نتحدث عن حل دولتين لأكثر من 33 عاما إلى الآن. نحتاج أن نتحرك من التحدث عن حل دولتين إلى تنفيذ وتطبيق حل دولتين على الأرض. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الرافضة لوقف إطلاق النار في غزة بمراجعة مواقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية. وفي بيانها دعت الوزارة تلك الدول إلى تصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، واللذين أكدوا أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف العشوائي. دعت دولة الجزائر مجلس الأمن للانعقاد بعد غد الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوريا في قطاع غزة. من جانبها أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد بأنه إذا طرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده، وأضافت أيضا بأن على مجلس الأمن الالتزام بضمان أن يؤدي أي إجراء لزيادة الضغط على حماس للقبول بالصفقة المقترحة لتبادل المحتجزين، مشيرة بأن مشروع القرار المطروح لن يحقق نتائج الصفقة التي تعمل عليها الولايات المتحدة. أعلنت مصر تدشين منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين وكذلك التجدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري. المزيد داليا مع مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية الذي وفانا برسالة تالية من رفح. في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتوجيه كافة أنواع الدعم إلى الأشقاء في فلسطين وتحديدا إلى سكان قطاع غزة، هنا في هذه المنطقة التي تبعد عن معبر رفح البري بحوالي أقل من 5 كيلومترات، تقوم الآن القوات المسلحة المصرية بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري بإقامة منطقة لوجستية، وذلك لتخفيف الأعباء على سائقي الشاحنات ولتخفيف التكدس الذي كنا نتحدث عنه دوما في هذه المنطقة وقبل إجراء دخول الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية. الآن وهنا وفي هذه المنطقة تجرى الاستعدادات، وبالفعل تم الانتهاء من حوالي 60% من هذه المنطقة، حيث تم تجهيز هذه المنطقة
إلى 4 مناطق. المنطقة الأولى وهي منطقة مختصة بالمساعدات الدولية، والمنطقة الثانية وهي مختصة بالمساعدات المصرية، والمنطقة الثالثة وهي منطقة مخصصة لسائقي الشاحنات، والمنطقة الرابعة هي منطقة خدمات ومكاتب إدارية. كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية تنسيقا مع الهلال الأحمر المصري من أجل تخفيف العبء على سائقي الشاحنات، وذلك نظرا لطول الأيام التي يقضيها السائقون قبل التوجه إلى الأراضي الفلسطينية. كنا نتحدث سابقا عن أن رحلة دخول الشاحنة تستغرق 10 أيام وأكثر، الآن وعبر هذه المنطقة وعبر هذه التجهيزات التي تجريها الدولة المصرية ستكون هناك إجراءات ميسرة من شأنها أن توفر أماكن معيشة للسائقين، وأيضا عملية تيسير وتسهيل دخول الشاحنات ومنع التكدس الموجود أمام معبر رفح وكذلك معبر العوجة. كل هذه الإجراءات تقوم بها الدولة المصرية من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للشاحنات الممتدة على طول الطريق الواقع بين رفح والعريش. نتحدث عن أكثر من 45 كيلومتر تكتظ بمئات الشاحنات، وهذه هي المنطقة اللوجستية التي من أجلها ومن شأنها قامت القوات المسلحة بتخصيصها وتوفير كافة الخدمات لسائقي الشاحنات وجعل هذه المنطقة مخصصة إلى مناطق معينة يتم تحديد كل نوع من المساعدات هنا في هذه المنطقة وفرز المساعدات أيضا، وبعد ذلك التوجه إلى المعابر المخصصة وإلى نقاط التدقيق التي من خلالها تجرى عمليات دخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة. إذن هي كلها جهود تقوم بها الدولة المصرية في إطار محاولة تخفيف العبء عن سكان قطاع غزة وتوفير أيضا سبل الراحة إلى سائقي الشاحنات، وأيضا محاولة ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية. هذه المنطقة اللوجستية والتي ثار لغط كبير في الفترة الأخيرة حول هذه المنطقة الآن، والصورة هي التي تتحدث عن أن الهدف الرئيسي والهدف الوحيد من هذه المنطقة هو توفير كافة سبل الراحة إلى سائقي الشاحنات والتيسير على عملية دخول مزيد من شاحنات المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة. من الحدود المصرية الفلسطينية، مصطفى عبد الفتاح، هنا القاهرة عاصمة الخبر. قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولغاريك إن الحرب ليست مساحة خارجة عن القانون، في إشارة منها لما يحدث داخل قطاع غزة، وأشارت كذلك إلى أنه لا يمكن الفوز في حرب على حساب المدنيين. الحرب ليست مساحة خارجة عن القانون، حيث أنه لا يسمح لك بفعل كل ما تريد في حالات الحرب، ولا يمكنك الفوز في حرب بأي ثمن على حساب السكان المدنيين، ولا يمكنك تجريد الجانب الآخر من إنسانيته. أعلنت بلدية غزة تدمير جيش الاحتلال لنحو 40 بئرا وتسعة خزانات للمياه بأحجام مختلفة وبشكل كلي وجزئي، وكذلك 42 ألف متر من شبكات المياه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وفي بيانها حذرت بلدية غزة من أن قطع الاحتلال لمصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار سيؤدي إلى أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في إعادة إعمار وإصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير الوقود الذي لم يصل للبلدية منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي. تتعرض الأمهات والفتيات الفلسطينيات كل يوم لحرب إبادة من المتواصل لسكان قطاع غزة. المنظمات الأممية جميعها تدق ناقوس الخطر من أن الأمهات والفتيات في القطاع المحاصر إما شردن قصرا أو دفن قصفا. 7700 حلم ومشروع وأدهم العدوان الإسرائيلي على غزة حينما حملت أكف الأمهات صغارهن إلى المقابر في تحد صارخ للمبادئ الأساسية، رقم ليس للمبالغة أو التمثيل أدرجته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي حذرت من أن مبادئ الاتفاقية التي تحمي النساء والفتيات تواجه تحدياً عندما تتعرض الأمهات في قطاع غزة لدفن ما لا يقل عن 7729 طفلاً في الأشهر الأربعة الماضية.
وفي بيان للجنة دعت إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، لوقف العنف والخسائر في الأرواح، ووقف تدمير البنية التحتية والممتلكات، والعودة إلى حوار سلام بناء للاتفاق على إجراءات لتحقيق سلام وأمن دائمين. وفي الأثناء أهابت اللجنة الأممية بالتقيد بسيادة القانون الدولي والإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية شردن قسراً عدة مرات، فضلاً عن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وكأنها حرب على المرأة والطفل لتهدم الحاضر والمستقبل. صندوق الأمم المتحدة للسكان ذكر أنه من المقرر أن تلد نحو 5500 امرأة في غضون الشهر المقبل، وأكثر من 180 ولادة كل يوم، وقد تعاني ما يقدر بنحو 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، وعليه تدين اللجنة مسيرة الموت والمرض والدمار التي لا هوادة فيها في قطاع غزة. تقرير اللجنة الأممية دق ناقوس خطر تفشي الأوبئة والأمراض، خاصة في رفح الفلسطينية التي تنتشر بها العدوى بين النساء والأطفال بحسب سرعة الرياح، وكلما استمر العدوان والحصار اقترب الخطر خطوات سريعة ليفتك بنحو مليوني فلسطيني يتساقطون كما يتساقط الحصى في انفجار منزل تتناثر أحجاره، في إبادة جماعية تعد وصمة عار على الضمير الجماعي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنيف سفير دكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. برحب بحضرتك دكتور هيثم معنا في هذه النشرة. يعني بعد هذا التقرير الذي تابعناه رصدنا الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان، هناك اليوم ربما 13 مجزرة خلال أقل من 24 ساعة من قبل الاحتلال. كيف تنظر إلى كل هذه التطورات يا دكتور فيما يخص الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد ربما يعني بعد دخول هذه الحرب شهرها الخامس، وأيضا ما يخص حقوق الإنسان في القطاع وما يقدم ربما إلى العالم في هذا الإطار؟ نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا المشهد قاتم جدا جدا، ونحن يعني قلقون جدا بما يقوم به اليوم جيش الإسرائيلي في الميادين المختلفة اليوم الذي يتوسع فيها، ولا نفهم حقيقة يعني يأتي هذا الأمر عشية استحقاق محكمة العدل الدولية. نحن غدا أمام مساءلات وهناك جلسات ستبدأ غدا، وما يقوم به اليوم وكأنه يرسل رسائل سلبية تجاه المحكمة وقرارات المحكمة التي لا يريد أن يلتزم بها يبدو. وطبعا هناك بيان صدر عن محكمة العدل الدولية تشير إلى إلزامية هذه القرارات على الكيان الإسرائيلي، ولكن يبدو أن هناك وعود خارج إطار القوانين الدولية من قبل البعض للجيش الإسرائيلي وللمسؤولين الإسرائيليين اليوم بالمضي قدما في معاركهم، خصوصا ما ينون القيام به في رفح وما بدأوا يقومون به حاليا في رفح، حيث هناك 1.5 مليون نسمة يعيشون في بقعة صغيرة جدا. يعني دكتور هيثم عذرا المقاطعة، ولكن بحديثك عن محكمة العدل الدولية اللي هي فعلا غدا يعني تبدأ الاثنين جلسات ربما استماع للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بداية يعني ما الذي تتوقعه من هذه الجلسات؟ وثانيا ذكرت بأنه هناك إلزامية في بعض التدابير التي فرضتها ربما المحكمة، ولكن جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط
كل هذه القوانين الدولية، كل هذه التدابير، يعني أي قرار صادر، أي اتفاقية دولية هو لا يكترث، لا يبالي، وبالتالي يعني يسير في مزيد من المجازر في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات. من يستطيع أيضا إيقاف هذا الاحتلال دكتور؟ نعم، أنا أشكرك على السؤال، وهذا ما كنت أريد أن أتابع به، ولكن دعيني أشير أيضا إلى أن هناك هذه البقعة الصغيرة، فنحن لا نفهم كيف فيتمكن الجيش الإسرائيلي من تحييد المدنيين عن ما يدعيه قصف للمواقع العسكرية أو لهذه المنظمات التي يحاربها. لذلك نرى أنه ما سيحدث غدا هو طبعا سيبدأ غدا لغاية 26 من هذا الشهر. هناك استجوابات، هناك مساءلات، هناك توضيحات من قبل 52 دولة وبعض المنظمات الدولية، ونحن لنا شأن في هذا الأمر. لذلك من يستطيع أن يردع هو مجلس الأمن في حال لم تلتزم إسرائيل في مقررات الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، وأنا أعتقد أنه سيكون هناك إعادة تأكيد على إلزامية القرارات وعلى إسرائيل أن تجبر على تنفيذ هذه المقررات. ولكن ما يبدو لي هذا شخصيا ولا يلزم المجلس، ولكن رأيي الشخصي أنه إسرائيل ستمطل في هذا الشأن حتى نتمكن من عقد جلسة، وأعتقد هناك جلسة نهار الثلاثاء دعت إليها الجزائر، وهي تأتي على بالموازاة مع محكمة العدل الدولية حتى يتمكن مجلس الأمن من إصدار قرار يلزم الكيان الإسرائيلي بوقف فوري للأعمال العسكرية وإدخال كل المساعدات المطلوبة اليوم إلى غزة. هذا ما أتوقعه، وطبعا لا يمكن أن نعول على ما سيحدث غدا، لأن هذه الاستجوابات ستمتد حتى 26 من هذا الشهر شباط. يعني وبالتالي دكتور سنرى إلى أي مدى هذا سيشكل ربما ضغط عالمي على الاحتلال لوقف كل هذه الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني. أنا بشكرك شكرا جزيلا من جنيف سفير دكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. في الأثناء شهدت العديد من العواصم والمدن الغربية شهدت مظاهرات حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وما يخطط له من عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ما ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين. وفي لندن وبرلين وميونخ ومدريد خرجت المظاهرات المطالبة بوقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية. أما تل أبيب فقد أغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إلى وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين. مظاهرات حاشدة شهدتها عواصم ومدن عدة حول العالم تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهره الخامس وحصاده لأرواح ما يقرب من 30,000 شهيد وعشرات الآلاف من المصابين. العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على رفح الفلسطينية كانت السبب في خروج التظاهرات التي رفعت شعارات مناهضة لإسرائيل وسياستها العنصرية، كما نددت بأفعال جيشها وما يقوم به من مجازر. لندن كعادتها شهدت مظاهرات ومسيرات جابت المدينة المناصرة شعبياً للقضية الفلسطينية منذ الأيام الأولى للعدوان، ورفع المتظاهرون لافتات تحذر من الكارثة التي يمكن أن يتعرض لها آلاف الفلسطينيين النازحين في رفح الفلسطينية، كما جابت المظاهرة محيط السفارة الإسرائيلية. وفي ألمانيا تظاهر الآلاف في العاصمة برلين وفي مدينة ميونخ تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شاركت عائلات كثيرة في التظاهرة، وارتدى المشاركون ملابس العاملين في القطاع الصحي وهم يحملون نعش أطفال في رسالة لاستهداف إسرائيل الطواقم الطبية والأطفال في القطاع. من المدن الألمانية إلى مدريد
خرج آلاف الإسبان في مظاهرة حاشدة رافعين لافتات تطالب العالم بألا يصمت أمام التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية، معتبرين أن ما تقوم به إسرائيل هو الإرهاب. تل أبيب لم تكن بعيدة عن المظاهرات والتي شهدت خروج آلاف الإسرائيليين للمطالبة بعزل نتنياهو وحكومته لفشلهم في التعامل مع ملف المحتجزين، وقاموا بإغلاق الشارع المؤدي إلى وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية. العالم أجمع يطالب بوقف الإبادة الجماعية والجلوس لطاولة المفاوضات، لكن رجل الحرب في تل أبيب لا يزال مصراً على تنفيذ المذابح تلو الأخرى، بينما تحبس شعوب العالم أنفاسها خوفاً من هول مجزرة في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. والآن ننتقل إلى متابعة أبرز عناوين الصحف والمواقع العالمية بشأن تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، طبعا مع الزميلة داليا نجاتي. إليك داليا. شكرا ليلاس، وسنبدأ مع صحيفة هارتس الإسرائيلية، حيث قال فيها المحلل والمراسل العسكري عاموس هاريل ضمن مقال تحليلي في الصحيفة إنه على الرغم من كل التصريحات والأحاديث المتواصلة، لا نتنياهو ولا جيش الاحتلال الإسرائيلي متحمسان لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وقال هاريل إنه مع نفاد الوقت بالنسبة للمحتجزين، يشدد نتنياهو من موقفه لزيادة الضغط على حماس، ويطالب إسماعيل هنية زعيم حماس خارج غزة ببدائل غير قابلة للتنفيذ، ويبدو أن فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل شيئا فشيئا. أما افتتاحية جورج لينبوست فناشدت اليهود الأمريكيين الهجرة إلى إسرائيل، مشيرة إلى احتياجاتهم لكل يهودي يمكنه المساعدة في الأزمة الحالية كما وصفتها. وذكرت الصحيفة كذلك خطة مشتركة بين وزارتي الهجرة والمالية بقيادة الوزير اليميني المتطرف بتسلائيل سموتريتش، عبر طرح حزمة من الامتيازات التي تشجع على الهجرة إلى إسرائيل التي تعاني نقصا في العديد من المجالات. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإنه قالت من الممكن أن ترسل عائلات المحتجزين الإسرائيليين ممثلا عنهم إلى العاصمة المصرية القاهرة للدفع نحو صفقة لتحرير أبنائهم، وأن العائلات لا تعتقد بأن حكومة نتنياهو تشاركهم مخاوفهم، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحايل على هذه القضية لاعتبارات سياسية. أما صحيفة ذا جارديان فذكرت بأن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ستستمع إلى إحاطات علنية من 52 دولة بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 67. تبدأ محكمة العدل الدولية غدا عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وصفت الصحيفة جلسات الاستماع بالتاريخية، إذ أن إحاطات 52 دولة في قضية بعينها يمثل رقما غير مسبوق في تاريخ المحكمة. أما الكاتب جان بيير فيليو وهو أستاذ دراسات الشرق الأوسط في مدرسة باريس للشؤون الدولية في صحيفة لوموند، قال إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط. وأشار الكاتب كذلك إلى أن هذا الحل لا يمكن فرضه إلا في إطار المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في السلطة الفلسطينية. وأوضح الكاتب أيضا بأن الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق هي إقرار المصالحة الوطنية بين منظمة التحرير وحركة حماس، وأن تقبل حماس ذلك باسم الإجماع الوطني. كان هذا كل ما لدينا مشاهدينا من صحف أو ما تناولته بالأحرى عناوين الصحف العالمية لهذا اليوم. الآن عودة لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة معك ليلاس البداية. تفضلي. شكرا لك دالي على هذا العرض المفصل. شكرا.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أو مسؤولين أمريكيين قولهما إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإرسال قنابل وأسلحة جديدة إلى إسرائيل لتعزيز ترسانتها العسكرية في صفقة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. الصفقة تثبت التباين الواضح في المواقف التي تتبعها الولايات المتحدة والدول الغربية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث يطالبون بوقف إطلاق النار من جهة ويقدمون الدعم العسكري والسياسي لجيش الاحتلال من جهة أخرى. تباين واضح في المواقف، هكذا تتعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ففي العلن تطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ مزيد من المساعدات للقطاع، أما في الدوائر المغلقة يقدمون الدعم السياسي والعسكري للجيش المحتل. جديد ما حدث ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تخطط لإرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن أكثر من 1000 قنبلة من طراز MK-82، إضافة إلى معدات التوجيه الدقيق وذخائر أخرى تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. المساعي الأمريكية أثارت العديد من التساؤلات، أبرزها هل تتناسب جهود واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع مع الدعم اللامتناهي الذي تقوم به لتعزيز ترسانة تل أبيب العسكرية؟ الإجابة قطعا هي لا، خاصة أن تصرفات إدارة بايدن ستؤدي إلى إطلاق يد جيش الاحتلال لقتل آلاف الفلسطينيين. الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة للعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لطالما نددت بالعدوان الإسرائيلي استجابة للضغوط الشعبية تارة أو لتبييض وجهها تارة أخرى، ولكنها تتسابق فيما بينها لتقديم الدعم لإسرائيل. لذلك لا يتفائل الفلسطينيون بالتصريحات الغربية المؤيدة لقضيتهم بعد تأكدهم من أن الأفعال وحدها هي التي تؤثر في مسار الأحداث وليس الأقوال. متواصلون معكم مشاهدين في هذه النشرة وفيها لكن بعد الفاصل. بوتين يؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا. أهلا بكم من جديد، والآن نتحول إلى التوترات في الجنوب اللبناني. في التفاصيل، مشاهدين، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة يارون بالقطاع الأوسط في جنوب لبنان، وأعلن جيش الاحتلال كذلك أن القصف استهدف بنى تحتية لحزب الله، واستهدفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأفاد الحزب في بيانه باستهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعة اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.
والآن مشاهدينا نتحول إلى تطورات العمليات الروسية الأوكرانية. Слава Украине! أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في أوكرانيا لا يشكل سوى مسألة تحسين الموقف التكتيكي بالنسبة للغرب، إلا أنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا. وقال بوتين أن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأنه يوجد اتصالات بين موسكو وواشنطن من خلال وكالات مختلفة. كذلك شدد الرئيس الروسي على أن العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا، ومشيرا كذلك إلى أن الغرب بدأ يدرك استحالة الحاق الهزيمة بروسيا. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن عددا من الجنود الأوكرانيين ما زالوا يتحصنون في مصنع فحم الكوك والكيميائيات بمدينة أفيديفكا. وأضاف المتحدث باسم الوزارة بأن الجيش الروسي يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة من المسلحين بالكامل. هناك عدد من الجنود الأوكرانيين ما زالوا يتحصنون في مصنع فحم الكوك والكيماويات بمدينة أفدييفكا، والقوات الروسية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة من المسلحين بالكامل. أعلن الجيش الأوكراني أن قواته صدت هجوما روسيا على الجبهة الجنوبية عقب انسحاب قوات كييف من بلدة أفدييفكا المدمرة شرق البلاد. وقال قائد الجيش الأوكراني إن قواته انسحبت من أفدييفكا وأن لتجنب الطرق بعد أشهر من الهجمات الروسية العنيفة، وهو أكبر تقدم لموسكو منذ سيطرة قواتها على مدينة باخموت في مايو الماضي. وأضاف الجيش كذلك بأنه نجح في تدمير 18 عربة مدرعة بينها 3 دبابات، وأن القوات الروسية تراجعت إلى مواقعها السابقة. صرح وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بأنه يتوقع بأن تتخذ ألمانيا قرارا لصالح توريد صواريخ من طراز تاوروس إلى بلاده. كما أوضح كوليبا أنه قبل أن تصرح الحكومة الألمانية بتصدير دبابات من طراز ليوبارد كانت قد ترددت أيضا آنذاك لفترة طويلة. يذكر أن كييف طلبت رسميا من برلين الحصول على صواريخ تاوروس يصل مداها إلى 500 كيلومتر وذات دقة عالية في مايو الماضي، حتى تتمكن من ضرب أهداف عسكرية روسية بعيدة عن خط المواجهة.
أما في أخبار الاقتصاد فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير الماضي أول فائض منذ نحو 12 عام، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق. دعا ميلي أيضا إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام ودولارة الاقتصاد. كشفت وكالة الإحصاءات الأوروبية بأن بلجيكا وإسبانيا أصبحتا من الدول الأكثر شراءً للغاز الطبيعي المسال من روسيا في القارة العجوز، واستحوذ البلدان على ما يقرب من 3/4 الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، وارتفعت مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي بنحو 3%، أي إلى 12 ملياراً و700 مليون متر مكعب. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين إلى رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات والأفراد الصينيين، مضيفا أن محاولات الابتعاد عن الصين لن يضر سوى أمريكا. وتفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية بدعوى العمل مع الجيش الصيني بالرغم من نفي تلك الشركات لهذه الاتهامات، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شيانغ يانغ الصينية. أظهرت بيانات الجمعية الصينية للسيارات بأن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين مثلت نحو 1/3 الإجمالي في العام خلال العام الماضي، ومثلت سيارات الركاب الكهربائية 69% من المبيعات في بكين خلال العام الماضي، بينما احتلت السيارات الهجينة 31%، وذلك بدعم من جهود الصين لدفع إجراءات التنمية الخضراء والنمو السريع في سوق السيارات. ارتفعت حركة السفر والإنفاق خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين متجاوزة مستويات ما قبل وباء كورونا في عام 2019، هذا بالرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. كما زادت إجمالي الرحلة الداخلية لمدة 8 أيام بنسبة وصلت ل 34.3%، بينما نمت إيرادات السياحة بنسبة 47.3% إلى 89 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% من حيث الرحلات و7.7% من حيث الإنفاق السياحي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل بدون تغيير، ويأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقيت بدء الفيدرالي الأمريكي تيسير سياسة نقدية. وأوضح كذلك البنك بأن قراره يهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المصرفي كافية بشكل معقول. ارتفعت حركة الركاب والرحلات الجوية بكوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي بنسبة وصلت إلى 57% على أساس سنوي، وبدعم من الطلب القوي على السفر على الطرق المتصلة بالصين. بلغ عدد المسافرين الدوليين من كوريا الجنوبية وإليها 7,280,000 مسافر، بما يمثل نحو 91% من العدد المسجل في يناير 2019. في أخبارنا الرياضية، تستأنف اليوم مباريات الجولة 25 للدوري الإنجليزي، حيث يلتقي شيفيلد يونايتد ضيفه برايتون، وفي مباراة أخرى الليلة أيضا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على لوتون تاون.
عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على مضيفه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما افتتح الأهداف للريدز داروين نونيز وضاعف النتيجة لاعب الوسط الأرجنتيني ماك أليستر من تمريرة البديل محمد صلاح، ثم أحرز صلاح الهدف الثالث قبل أن يختتم جودي جاكبو الرباعية، كما جاء هدف برينتفورد الوحيد عن طريق إيفان توني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 56 نقطة في الصدارة، بينما تراجع برينتفورد للمركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة. في ملعب الاتحاد نجح تشيلسي في فرض التعادل على مضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في قمة الجولة 25 من البريمير ليج. تقدم رحيم ستيرلينج للضيوف في الدقيقة 42، ثم تعادل رودري لمان سيتي في الدقيقة 83. بتلك النتيجة ظل سيتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، واحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 35 نقطة. ما زلنا مع البريمير ليج، حيث أمطر أرسنال شباك مضيفه بيرنلي بخمسة أهداف دون رد. أهداف أرسنال حملت توقيع كل من بوكايو ساكا بواقع هدفين وهدف لكل من مارتن أودياغو وليناردو تروسارد وكاي هافرتز. الفوز الكبير رفع رصيد أرسنال إلى 55 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير. فرط يوفنتوس في نقطتين ثمينتين في صراعه مع انتر على لقب الدوري الإيطالي بعد تعادله مع مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لمثلهما في الجولة 25. تقدم مايكل فولو رونشو لفيرونا، لكن المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش رد بهدف التعادل ليوفنتوس. في الشوط الثاني أضاف الهولندي نوسلن هدفا لفيرونا، ثم رد الفرنسي أدريان رابيو بهدف التعادل ليوفنتوس. كما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في المركز الثاني مقابل 20 نقطة لفيرونا في المركز السابع عشر، كما يتصدر انتر الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة. في ختام هذه النشرة مشاهدينا نذكركم بأهم ما كان فيها من عناوين حتى الساعة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة. شتية يؤكد أن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ويشدد على ضرورة العمل على حل الدولتين. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار فوريا في قطاع غزة. في ختام هذه النشرة مشاهدينا نشكر لكم طيبة المتابعة، شكرا لكم. شكرا لك ديناس. شكرا لك يا داليا. بعد قليل خدمة إخبارية جديدة تأتيكم على قناة القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.